بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. بما اننا الفتره الاخيره بقينا بناخد اخبارنا من صحفيين نيجيريين، ففي صحفي نيجيري ينزل تويتر على اكس وبيقول يا اخوانا الف مبروك للمملكه المغربيه، خير اللهم اجعله خير يا معلم. قال لك مبروك على المغرب نقل مقر رابطه الانديه الافريقيه الى المغرب. الله الله الله، انت بتتكلم بجد يا صاحبي. طب كان فين مقر رابطه الانديه ده؟ لا ده كان في كينيا يا معلم، كان في كينيا ورئيسه رئيس يانج افريكانز، والممثلين بتاع انديه شمال افريقيا محمد بودريجا رئيس الرجاء وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. اه في حد جنوب افريقيا تقريبا، في حد نيجيري. طب معلش يا رابطه الانديه دي بتعمل ايه بالظبط يا صاحبي؟ حبيبي والله بحبك انت، وانت بتحاول تفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. بص يا معلم، هي دي هدفها نوعا ما موضوع التسويق شويه، وهدفها نوعا ما الاهتمام بالبطولات القاريه، حاجه كده بالظبط لمؤاخذه يعني زي بطوله دوري ابطال افريقيا وزي السوبر ليج اللي الراجل رئيس يانج افريكانز طلع اتكلم وقال يا اخوانا الرؤيه ضباب والرؤيه هباب ومحدش عارف احنا هنلعب ولا مش هنلعب السوبر الافريقي. هتقولي بس معليش ده انا بالكلام ده، انا عايز اركز بقى اللي هو اعطوها للمغرب ليه. بص يا معلم، في رايين. اول راي ان الموضوع جيب الفوت، جيب التصويت ما بين المغرب وما بين جنوب وما بين كوتيفوار، فتم اختيار المغرب بناء على التصويت. وفي كلام تاني ان تم اختيار المغرب على كوتيفوار وتفضيلها بما يعني بما قدمته المغرب الفتره الاخيره للكره الافريقيه. بص يا الصيغه دي حلوه، بس خلينا نكون منطقيين، الاتحاد الافريقي ما يعملش حاجه زي كده، لان الاتحاد الافريقي بيحب يستف كل حاجه بالانتخابات، اللي هو معلش احنا لازم كل حاجه بالتصويت. موافقه بالاجماع يا باشا، اهلا وسهلا بيك. فانا عن نفسي ممكن يعني اتقبل الحته بتاع التصويت دي عادي جدا، اللي هو عادي جدا ان المغرب تكسب كوتيفوار في التصويت، انما قصه انك تقول لي مساهمات المغرب في الكره الافريقيه بلاش. انا الحاجات انا بحب انا الحاجات دي لما بتتكتب لي كعناوين الدنيا بالنسبه لها تبقى في بوس حلو والناس بتتابع والناس بتقول الله عاش الاتحاد الافريقي. بس الحقيقه ان الاتحاد الافريقي ما عندوش الحته دي، ما عندوش حته ان انا اقدر بلد واصل انا هنقلها. هتقول لي معلم يعني هو اختار كينيا بناء على ايه؟ والله يا صاحبي ان جيت للحق السؤال ده منطقي، هو اختار كينيا بناء على ايه؟ والله ما حدش عارف، بس ادينا بنتفرج وخلاص. ما هو الاتحاد الافريقي ده اصلا شغال مرمه غريبه ومرمه عجيبه وشويه قرارات ورزنامه قرارات محدش فاهم فيها اي حاجه، بس قرار نقل المجره بتاع الانديه للمغرب ده قرار نوعا ما هيعجب بعض الناس ومش هيعجب بعض الناس. هتقول لي مين الناس اللي مش هيعجبهم دول؟ هقول لك طبعا الناس اللي بيتكلموا على قصه لجعه ومش لجعه ولجعه ومش لجعه، مع ان الكلام كله واضح كده. الاخبار دي جايه لنا منين؟ من صحفيين نيجيريين. طب والكلام على ايه؟ معلش يعني انتوا قاعدين تتكلموا كده حوالين ان المؤاخذه في حاجه، في حاجه انتوا مالكم يا معلم؟ قاعدين كل حاجه حتى بتجيلنا بتبصوا لنا فيها. افهم بس الموضوع مش جاي كده، اصل في كلام كان متسرب من 3 4 ايام ان الاتحاد الافريقي عايز يعمل بطوله افريقيا الجايه في 2026 في يناير. ايه يعني البطوله مش ممكن ما تتلعبش في الصيف؟ اه يا اسطى، على حسب الكلام لحد دلوقتي المقترحات بالنسبه للاتحاد الافريقي لسه ما ظبطتش، ولسه الكلام كله رايح لحته ان احنا مش عارفين هنعمل ايه. فلحد دلوقتي ما فيش حد فاهم اي حاجه، فالاتحاد الافريقي ده برنس، تحس ان انت كده داخل مكان بسم الله ما شاء الله ضلمه في ضلمه. هتقول لي ممكن في نور جاي من بعيد؟ والله يا صاحبي هو ممكن يكون نور بتاع واحد بتاع ولاعه، او ممكن يكون جاي قطر يخلص ام الليله الهم دي. فالموضوع بتاع الاتحاد الافريقي لحد دلوقتي ما حدش فاهم اي حاجه. طب الكلام ده متسرب منين؟ زي ما قلت لك متسرب من صحفي نيجيري، وصحفي نيجيري قال ان الكلام ده سيعتمد في الاجتماع القادم للكاف، ان سيتم نقل مقر رابطه الانديه من كينيا الى المغرب. ودي حاجه اعتقد ان هي مكسب نوعا ما للرياضه المغربيه ومكسب لفوز لجعه، حته ان احنا جبنا مقر رابطه الانديه. هتقول لي طب حتى الان المقر بياخد قرارات قويه؟ والله يا معلم مش مهم ياخد قرارات ما ياخدش قرارات، المهم ان احنا بندور على ان احنا نجيب اي حاجه من الاتحاد الافريقي وندور على اي مكان الاتحاد الافريقي يثق فيه ويكون هو المغرب الخيار الاول في قصه اللجان دي. هتقول يعني انت قصدك تقول ان الموضوع ده ممكن يكون صلح للمغرب علشان افريقيا ممكن ما تتلعبش في الصيف؟ انا حاسس بكده بصراحه، ان انا حاسس بكده ان الاتحاد الافريقي مع متسيبي اللي انا عارفه بيديك حاجه وياخد منك حاجه تانية، ده اللي انا عارفه وده اللي انا شاكك فيه في الاتحاد الافريقي. الا بقى لو متسيبي محضر لنا مفاجاه وهيلعب افريقيا الجايه في 2025 في الصيف، ودي هتكون عظمه بالنسبه للجعه. انما بالنسبه لمتسيبي انا الراجل ده ما بضمنوش من هنا لحد هنا، انا مش عارف العيب فيا ولا العيب فيه. وهي دي الحكايه يا صاحبي بتاع نقل مقر رابطه الانديه الى المملكه المغربيه. في كل الاحوال الف مبروك للمملكه المغربيه والف مليون مبروك على افريقيا تواجد مقر رابطه الانديه في المغرب، لان اعتقد الموضوع هيكون اسهل بكتير من كينيا، والموضوع هيكون منظم بكتير عن كينيا.